السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. ألتقيكم على الهواء مباشرة عبر فضائية الشروق وبرنامج خليك في البيت. خليك في البيت يأتي متزامنا مع كل ما يحدث في العالم وفي السودان، تحديدا جائحة الكورونا. نعتبر غرفة هي للكورونا، فيها كل المستجدات من حيث الأرقام وأيضا من حيث ما يتعلق بالحجر المنزلي، يتعلق بالسلوكيات، الرياضة، ما نحتاجه نحن في أيضا في الحجر المنزلي، كيفية سبل الوقاية، وكيف نقدر نحمي نفسنا، نحمي أسرنا. كثير من الممارسات الخاطئة اللي بنقوم بها ونحن ما مدركين إنها هي مضرة. لحد ما ختمنا الحلقة بالأمس ما كان في لسه تقرير لوزارة الصحة الاتحادية، ولكن من بعدها ظهر تقرير ليوم الأحد الموافق 10 مايو بظهور 201 حالة، منهم 6 وفيات. 201 حالة إصابة بالكورونا للأمس، منهم 6 وفيات، وبكده بيرتفع العدد الكلي من بداية الإصابة بجائحة الكورونا في السودان لرقم 1365 حالة. 1365 حالة، منها 70 حالة وفاة، والمتعافين 149 حالة. بالأمس اللي هو تقرير يوم السبت، يعني الجمعة كان 181 حالة، السبت 53 حالة، يوم الاثنين 201. يعني التذبذب في الأرقام واضح جدا. 181 كان الارتفاع تدريجي، يعني أول الإصابات كانوا حالة حالتين ثلاثة حالات، وصلنا للتاشرات، بعد شوية مشينا العشرينات لحد ما ارتفعنا ثلاثينات وأربعينات، وكان لحد ما وصلنا لرقم 100، فجأة حصلت القفزة يوم الجمعة لرقم 181 حالة. شو المتوقع إنه برضو يوم السبت كان تكون الحالات في نفس الرينج ده، يعني ما بين 150 ل 180 190 في الحدود دي، يعني ما بتصل 180 وتنزل تهبط ل 53. 180 ديل خالطوا أسر، وعندنا حالات مخالطة لحالات الأولى من بداية الجائحة من قبل أكثر من شهر أو شهرين. الحالات المخالطة دي كلها بتبدأ تظهر لنا الآن، فما كان منطقي الرقم الفارق الكبير دي، وكان التفسير بأنه كان في عينات تحت الفحص لسه نتيجتها ما ظهرت، وترحلت العينات الفحصت كلها وظهرت لنا يوم الأحد برقم 201 حالة. يبقى ظاهر جدا للعيان أنه الأرقام هي كبيرة وماشية كبيرة، وحتى لما نسمع ليلة رقم 201 اللي هو مبارح ما بتوقع أنه ليلة فجأة حيقوم عندنا مظهر أو نكون 65 حالة أو كم 20 حالة. حيكون في زي ما كان في ارتفاع تدريجي، حيكون في أيضا انخفاض تدريجي، ولكن الحاصل أنه من بداية رمضان، يعني من جيتي للقناة والرجعة والطريق، أنا بلاحظ للشارع الحركة في بداية رمضان يعني من قبل أسبوعين كانت أقل من الآن. يعني لما كان الناس قاعدة في بيوتها فعلا وملتزمة بقرارات الحجر المنزلي والوقاية، كانت الأعداد هي كبيرة أو ماشية في تدرج ليه كبيرة. الآن في حركة زايدة في الشارع، ما في التزام بأنه بعد الساعة واحدة الناس تكون موجودة في البيت إلا القليل. يعني أنا ما عارفة، هي ممكن تكون مشاغل ظروف ضاغطة للجميع، ولكن في حركة واضحة في الشارع. ده بيخلي انه الاعداد للاسف تزيد، يعني الوضع ممكن كده يكون ما مطمئن، مع انه نحن ماخذين حجر لمده 10 ايام بعد 3 اسابيع. مفترض العشر ايام دي اللي هي باديه من يوم السبت من اول امس، لو التزمنا نحن نتوقع انه نصف الاسبوع القادم دي الحجر ده يكون خلص او الحظر يكون انتهى، ولكن اذا مشينا في التزايد الكبير ده فالرؤيه بتكون يعني ما فيها نظرة تفاؤلية. نعمل حسابنا أكثر من كده يا جماعة. الناس اللي بدأت تطلع صوانية برا ورجعت تفطر برا في الشارع، الناس اللي بترجع وتمشي تتزاور وتزور العيان وتمشي تفطر معه، الناس توقف وتعمل حساب أكثر من كده. الأسبوع اللي عندنا في الحجر دي أو في الحظر المفروض علينا بإرادتنا طبعا، المفروض ما يكون حتى من السلطات هي تفرض، لأنه حتى لو الجهات المسؤولة اليوم فتحت المؤسسات والبنوك والشركات وقالت امشوا اشتغلوا، المفروض الناس تكون حريصه على نفسها اكثر من كده وتلتزم، لانه الاحتكاك بيزيد والاعداد حتزيد. افتح اي قناه اخباريه وتابع، شوف عدد الارقام المتداول لكل الدول. يعني في دول الحالات فيها بالالاف في اليوم الواحد، بالالاف،
ولك 1800 الإصابة في إيطاليا اليوم بكورونا. نحن نحمد ربنا لحد الأسبوع الفات كنا كم وخمسين كم وستين، يعني مقارنة بهم نحن ممكن نكون أفضل، مع إن هم ملتزمين التزام كبير بالحجر. لكن يعني فرنسا، أمريكا، يعني إيطاليا، الدول الكبيرة كلها بدأ عندها الفيروس قبلنا، الأرقام عندها كبيرة جدا، يعني من 1000 وإنت طالع لفوق في اليوم الواحد. ده بيخلينا نحن شوية مفروض نركز مع صحتنا أكثر، نركز مع مصلحتنا أكثر، لأنه نحن التزمنا معناها إن شاء الله نتوقع أنه بعد العيد الحياة ترجع طبيعية جدا، والناس ترجع لأعمالها وترجع لحياتها بشكل طبيعي. ال 201 حالة دي طبعا لمجمل الحالات في السودان. طبعا الخرطوم نصيب الأسد فيها، يعني الخرطوم منها عدد أيضا من الحالات. كل الولايات تقريبا هم 14 ولاية، ولاية الخرطوم 174 حالة، ولاية الخرطوم لوحدها من 201 فيها 174 حالة. سنار فيها 15 حالة، الجزيرة 18 حالة، القضارف حالة واحدة، النيل الأزرق حالة واحدة. الوفيات سجلت 4 وفيات هي في ولاية الخرطوم، وفاة واحدة في القضارف، وفاة أيضا واحدة في سنار. ناس الخرطوم الناس تعمل حساب أكثر من كده، بحري ومدرمان وأيضا الخرطوم 174 رقم كبير. 174 ما كانوا عارفين نفسهم قبل أسبوع، خالطوا أسرتهم، عاشوا حياتهم طبيعية جدا، حيظهروا لنا للأسف أسرهم المخالطين لهم بعد أسبوعين أو 3 أسابيع. ربنا يدي الصحة والعافية إن شاء الله للجميع. حنطلع مع بعض عمل درامي للممثل والدرامي والإعلامي الجميل جدا دكتور فيصل أحمد سعد، وأيضا الأستاذ مختار بخيت، نتابعهم في العمل الدرامي القادم. يا تودا يا تودا انت ما تسلم علي انا كبسور؟ لا معليش يعني بدي اجراءات. اجراءات علي انا تخاصمني؟ والله اجراءات دي نظام اجراءات صحيه كده. صحيه؟ هاي والله انا بالحقيقه بس جيتك هنا بخصوص شنو؟ كورونا. كورونا؟ هاي ساكن هنا؟ لا مرض كورونا ده مرض. مرض؟ هاي اعوذ بالله من الامراض. نظام مرض كورونا ده يا دايتر مرض بيمسك الجهاز التنفسي. جهاز تنفس حق الانسان؟ حق الانسان. ايوه النفس. اها اي اها بيجيك بشكل شنو؟ حمى، صداع، وشنو؟ وبعدين قوحه شديده. ايوه هاي الثلاثه ده كلام مفيد. دي علاماته؟ دي علاماته. صحيح. اي يعني انا داري المرض ده نوقف في حدوته. ايوه عشان كده كنا الناس هي بتقعد من التجمعات. ما نسمح لنا بالدمه. اها بعدين تعمل تعقيم. تعقيم اليدين ده شفت بالصابون والمويه. أيوة. المعقمات تطوال شفت كده تغسل. تغسل تغسل شديد. تغسل اي الاسطح الابواب المحلات دي كلهم الدكان ذاته نعقمه. عقم الدكان ذاته. اي زول يجي يشتري منك لازم تتاكد انه معقم. نعقم التك وفيما الكلام ده كويس. صحيح انه ده مرض خطير. صحيح اي اها اي بعدين شنو؟ اها تلبس كمامه. البس كمامه؟ اي يا هاي هاي كبسول اي قصير يدين عرفنا القيمة المكان الدكان والأسطح قلت عرفناه. أي كمان كمامة نلبس كيف ده الكلام ده؟ أنت زارك يا الدكان لازم يكون عندك كمامة وجبنتي. ما شاء الله نشكرك. أديني دي دي بيستعملها زول واحد يا وهم. أنت كزول في الدكان لازم هشوف جبنتي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف 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 عليك النبي. أي أصابعنا الكبار دي كلها داخلة هنا ده. أها هاي ودي كمامة جديدة. أي يا زول دي كمامة حلاتها ما حلات. أي بيضة شو ده معقم وده نعقم بيه والناس. اي زول يمزح يدينه كده كده يدين ما فيها شنو؟ اي الفيروس ما فيها. انت المعلومات ذاته ممكن تلقاها في التليفون في موبايلي. ايوه موبايلك ده في موبايلي ده. اي كان في سؤال كان اي تمام بالنسبه ل يعني المرض الحمد لله جابك لنا الكورونا ده. اي كم كورونا ده كانوا ليش هناك عندك في الدفتر قروش مسجله ما جيت ليه؟ مرحب سؤال ده شنو؟ والله ده نوع من الإجراءات الوقائية
دي فيروس ومرض كورونا. هو الكورونا بالله يوصلتك؟ والله يا سؤال. شفتي كيف؟ أنا جاني كبسول هنا ده وناس الحي اختاروا لي شخص نموذج. ما شاء الله. تستاهل والله يا الدعية تستاهل. قالوا صاحب أي دكان ومتجر يتعامل مع الجمهور لابد أن يكون عنده ثقافة حول عدوى ومرض الكورونا. شفت كيف؟ أي. هذا الكورونا انتشر في كل مكان، في السودان ما عندنا غير الوقاية والتوعية للناس. كان سلمت على زول ينتقي لي. هاي الكو. أي مالك؟ هاي شنو؟ ما معقمة. أي زول ما معقم. يهبش لها حتة وحتة ما معقمة طوالي ينتقل له هذا الفيروس اسمه كورونا، والناس اللي بتتلمع مع بعض تجمعات وكل زول يبعد من الثاني حوالي متر. إذا الزول زي ده جاء جنبك وعطس لك المرض بنتقل لك. دي طرق يعني الانتقال وطرق الوقاية منها. يعني الإنسان كل ما شرب له موية الكورونا ده فيروس يتمركز في الحنجرة هنا. إذا قعد لك في حنجرتك وإنت ما شربت موية حوالي ربع ساعة نص ساعة بتقلب لك وين؟ في رئتك ويدمر لك رئتك. عشان ما يتلب لك في رئتك ويدمر لك الجهاز التنفسي لازم انت تشيف ولا ما تشيف، تشرب لك الماء يتلب في المعده في الماء الحامض الارضي وينتهي يموت. بشرب مويه 24 ساعه. اي سمي كلامك سمي. كذلك يعني انت تعمل حسابك منه من كل طرق الانتقال لك. شفت كيف؟ بعدين من علاماته الجسم يكون وعندك صداع زي بلين بلين صداع زي ده، المسكنات ذاتها ما تشيلها، بنادول غير ما يشيلها، صداع ما يفكك ما يفكك كل كل، وجسمك ده يبقى هزعل، وتبقى زي ده مهظلم، وعيونك ده ذاتها بيبقى حمر، وزي ده هنجرتك وتقول اوه 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 وتعطس، انت كده شنو؟ جات عليك علامات الكورونا. الحمد لله ما شاء الله عاد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا دعيتي، ثقافة ثقافة عاد، يلا قوم اديني. لا 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 لا، أول حاجة تلقمي حتى تشتري. تمام جيبي نمطيكي. اها كمان الاقمتي ولا بتشتري؟ عقمني الاقمي الاقمي الاقمي. اها دايره شنو؟ قوم اديني الحاجات. قوم دايره شنو؟ دايره بصل ودايره صلصه ودايره لي ملح وكونفيتو. ما اديني. ما شاء الله ما شاء الله. اي كل شخص معقم من حقه يشتري. عاد دكتوره دعيتر أهلا من جديد، شكرا جزيلا على عمل الدرامي، الرسائل مهمة جدا وواضحة جدا لكل مشاهد ومتابع له. الأعراض شفناها من خلال عمل الدرامي، شفناها من خلال كبسول، وشفناها من خلال صاحب الدكان وهو برسل كمان في الرسائل. من حق كل شخص يعني ما عنده معلومة، الشخص اللي عنده المعلومة يقدر يوصلها له. وزي ما قال من حقك وانت معقم إيديك وعامل احتياطاتك انك انت تشتري، وبعد ما تشتري وتمسك الاكياس برضو تمشي تعقم في البيت، لانه الفيروس بيجيك في يدك، اليد اكتر مكان ممكن تتحرك به في وشك او في اي مكان وبتنقل الفيروس لك. رسائل مهمة جدا، بشكرهم جدا على عمل الدرامي الممتاز دي. حننتقل برضو لنقطة مهمة جدا، في ظل الحجر المنزلي في ناس كثيرين ملتزمين بالحجر دي، بقول لك شهر وشهرين ما طلعنا من البيت اصلا. في ناس ملتزمه، الناس الملتزمين ديل بيلقوا نفسهم موجودين داخل اطار مكان جغرافي معين. حصل كثير من الاختلال يعني عموما المنظومه الاسريه عندهم، ما بين انه الاب بيطلع شغل الصباح والابناء بيكونوا كل واحد عنده ظرف، عنده اصحاب، عنده كذا، والام عندها ظروف اشياء معينه بتقوم بها في البيت. الناس كلها بقت موجوده في البيت في مكان واحد، ده بيحتم على الجميع انهم يتضافروا مع بعض ويكونوا يد واحده في الاسره للاعمال المنزليه، التفاهم، التفاكر، المواضيع وغيره من الاشياء. يعني موضوع نحن طارحينه اللي هو الشراكه الأسرية الذكية في ظل الحجر المنزلي. وشراكة هي فعلا بتكون ذكية لأنها بتطلع الأسرة وبتطلع المجتمع عموما من العنق الزجاجي نحن موجودين فيه كلنا الآن مع جائحة الكورونا. برحب عبر الهاتف دكتورة سارة إبراهيم، أكاديمية وإعلامية وناشطة اجتماعية. مرحب بك يا دكتورة. مرحب بك. مرحب بك كثير يا دكتورة. زي ما لو سمحتيني وانا بقول في المقدمه انه الناس بقت مجبوره انها قاعده هي للظروف المحيطه دي في النطاق الجغرافي الضيق دي، وكيف ممكن نخلق نحن شراكات ذكيه في الظروف دي بدون ما يحصل اي اختلال للمنظومه الاسريه؟ طبعا يعني زي ما قلت الحجر المنزلي فرض على الناس واقع، يعني هو في النهايه الناس لازم تستسلم وتقتنع بانه ده واقع يعني. فالواقع ده احنا دايرين نديره
بشكل نطلع منه حاجة إيجابية. يعني دايما دايرين نخلق من تواجدنا في مكان واحد إنه يكون يعني تواجد إيجابي نفسي نزيد به حاجة. يعني أنا ما بحبذ مثلا كثير من المشاكل اللي بقت دايرة يعني في الفيلم بتكون في احتياج الجروبات وجهتها في الناس اللي حواليك من المضايقات اللي في البيت والناس بقت زهجانة وفي نوع من الدبرسة كده ويقول لك إنه في انتقادات اللازعة بقت يعني بين الأطراف الموجودين في البيت سواء كان الأب سواء كان من الأم سواء كان الأبناء. يعني ففي إحنا ما دايرين نخلق من التواجد في الحجر المنزلي يكون هو مدعاة لتفكك أسري جديد أو يكون بداية لانفصال في الأسرة أو مشاكل يعني كثيرة يعني حسب في العالم كله ظهرت يعني ما بس في صحيح. فإحنا دايرين نستغل يعني فكرة أنا قلت لهم فكرة الحجر المنزلي دي فترة إننا نتعرف فيها على بعض. يعني هي جات من حد عندنا لأننا طبيعتنا الحياة اللي كنا عايشينها ما قبل الكورونا كانت حياة ضاغطة. يعني تكوني برضو لاحظتي إنه الزول ممكن يكون اليوم كله داير برا البيت يعني حتى لو ما بس في الشغل بيكون مشغول بالاجتماعيات الكثيرة. يعني الليلة مثلا حصل الظروف والناس بقت متباعدة يعني ساكنة في الأطراف أو بعيدة من بعض شديد يعني تفصيل الكبار والمسافات فالإنسان بقى في حالة بتعجري شل هذا. فهو الأسرة اللي هو قاعد معاه في البيت ممكن يكون ما بيعرف عنها حاجة فالناس أنا قاعد أقول لهم مصطلح غرباء تحت شخص واحد يعني قاعدين مع بعض لكن ما بيعرفوا كثير عن بعض. فإحنا كان ربنا ذات يعني هو دايما الناس يعاني الجانب الإيجابي من المصيبة. يعني أي مصيبة بتحصل أو كارثة فيها جانب إيجابي فالجانب الإيجابي إن إحنا بقينا قاعدين مع بعض إحنا دارين نتعرف على بعض نعمل شراكة ذكية. كيف؟ أول حاجة النمرة واحد إعادة توزيع الأعباء المنزلية عشان ما يحس في يعني مثلا صارت من الأطراف إنه هو مشهد. أيوة. لما انا اكون حاسه اني انا عليه الاعباء كثيره وانا مشهده وانا بس زي ما بقولوا راكزه بخدم في الناس والناس راكزين مرتاحين وانا تعبانه فدي بتولد نوع من القبله تجاه الاخرين. أيوة. يعني حتى لو ما كان الزول قاصده يعني غير شعور بتحسي بانك انت مظلومه وانت الناس مرتاحه وانت تعبانه. فاعاده توزيع الاعباء بيخلي في نوع من احساس بالخير احساس بالعداله اللي احنا بنقولها دائما العداله. فالعداله دي بتديك احساس انك انت زي ما الناس ديل انا بقى عندي زمان ارتاح فيه وعندي زمان اشتغل فيه. اعاده توزيع المهام والاعباء المنزليه مهم جدا بين كل افراد الاسره رجال ونسوان اولاد وبنات لازم يكون في العالم الغربي. العالم الغربي حته دي يعني زي ما بيقولوا جرى نطانه بها تجاوزها بدري اعاده توزيع الاعباء. فالناس كده بتحس بالتشاركيه احنا محتاجين تشاركيه وتفاعليه فحتكون حاجه جميله جدا صدقيني انه الناس حتكتشفي انهم هم يعني ممكن كانوا يساعدوا يعني في ظل الضغوط الحياتيه الكثيره دي الناس استغنت عن الخادمات واستغنت عن الزول اللي بيساعدك. ليه؟ لانه انت بقيت ما قادر توفر القروش الكافيه ليه واضافه لكده زي ما قلت الناس خايفه من الكورونا والحاجات دي. فاحنا لما نعيد توزيع الاعباء ده بدينا نوع من الشراكه الذكيه او الشراكه الحقيقيه اللي بيحسوا بيها افراد الاسره كلهم. الحاجه الثانيه احنا ممكن تساعدنا فينا نعمل شراكه ذكيه اننا نبعد دائما من الانشطه الترفيهيه. يعني احنا قعدنا في البيت ما قعدنا عشان كل زلمه يمسك الواتساب بتاعه وكل زلمه يمسك تليفونه ويخرب بيه وفي عالمه الافتراضي اللي هو قاعد فيه. ممكن احنا نعمل نفتش شراكه او انشطه جماعيه يعني مثلا نتفرج في التلفزيون مع بعض مسلسلات مع بعض برامج مع بعض نقعد نتناقش فيها نحس باننا احنا اسره واحده قاعدين مع بعض. في بعض الهوايات الناس ممكن تشارك فيها يعني في بعض الحاجات الناس تجمع ما تفرقها من بعض. برضو من الحاجات المهمه اللي احنا ممكن نعمل بيها شراكه يعني حقيقيه شراكه ذكيه في المنزل ان احنا ندير حوار اسري ناجح. الناس محتاجه يا رجل ما تفضفض يعني كده صدقيني انه الناس دي ما قاعده تستمع لبعض. يعني الاب والام والاولاد محتاجين كل واحد يكون يستمع للثاني. احنا بنتكلم بندي اوامر وبنطلع وبنمشي وبنتحرك لكن ما في زول قاعد كده يستمع للاخر حتى لانه الاخر ده في جواه وفي شنو محتاجين نفضفض يعني شد ما الناس يعني ما قدرت تتكلم يعني ما في كونتاكت زي ما بيقولوا مع بعض. فالناس دي بتلجا للاصدقاء وللناس اللي برا او للعالم الافتراضي فهم يفضفضوا فيه. فدي فرصه احنا نقعد مع بعض كل طرف يدي فرصه للثاني يتكلم انت في جواك في شنو انت مضايق في شنو محتاج يعني الانسان لما يفضفض الحاجه جواه بيكون انسان متوازن يعني حتى لو في شيء مزعله لو هو في حاجات هو كان يعني مثلا داري حقيقه فيها ما داري حقيقه مع الشريك مع الطرف الاخر مع كده. فالفتره بتاعت انك انت لما تديه وعبر عنها ويتكلم انت شويه كده بيفرق بينفذ على الحاجه اللي في دواخله.
إدارة حوار أسري ناجح مهم جدا، يعني إحنا لازم نتحاور. فترتي إنه إحنا هنقعد مع بعض، هترجع الصينية الثاني وترجع سنة الغداء وترجع سنة فطور رمضان، وشد الناس قاعدة مع بعض من غير ما يكون كثرة ناقص. الحاجة دي بتديك إحساس إنه إحنا كلنا أسرة واحدة، ده يعلق وده يقول كلام ده يعني. وبعدين الصراحة حتى الوجه ما في داعي ليها، والعبارات الزهاج والعبارات ده إحنا دارين نبتسم، يعني الضحك والنكات الناس اللي بيقولوها مع أصحابهم ليه إحنا ما نحاول نقولها في البيت. يعني تطبق في عبارات جميله كده زي كده، يعني في الضحك وفي في في ازول حسب انه الناس بتواجد معاهم ديل بيحبون، يعني بدل العبارات حقت الثناء والمدح والشكر الحاجات دي مهمه يا رفي. يعني انت ما تفتكري انك انت لما تجد مثلا انت كزوجه علقتي لزوجك كلام جميل مثلا، او هو علق لك تعليقات حلوه، او علقتي لاولادك او الاولاد، يعني الكلام ده كله كده العباره الجميله هلا بقول لك الكلمه الطيبه بخور الباطل. فاحنا محتاجين نسمع من الناس اللي احنا موجودين معاهم كلمات حلوه، كلمات جميله، ثناء. يعني اي مجهود يقوم به واي فرد في الاسره، يعني كلمات الاطراء، كلمات الثناء، الحاجات دي يعني جميله جدا وبتخلق نوع من من الحيويه والنشاط في المكان اللي احنا قاعدين فيه. برضه من الحاجات المهمه يا رسل احنا محتاجين عشان نعمل شراكه ذكيه، احنا محتاجين نعمل جو رومانسي في البيت، يعني نعمل تجديد. كيف؟ تجديد يعني تجديد في شكل البيت، يعني مثلا نشيل كراسي نحط محلها سراير، نجيب سراير، نشيل ستاره نحط، يعني تجديد شكل المكان. احنا ما متواجدين في المكان 24 ساعه بينا، ما في طريقه. فالتجديد ده بيديك احساس انه يعني في حاجه جديده كده، بيكسر حاجه للروتين اللي انت قاعده فيه. فنجدد في شكلنا ذاته، طريقه نلبس يعني في لبسنا، في شكلنا، نهتم بحاجاتنا. يعني احنا قاعدين في بلد نبقى مبهدلين ونبقى مبهدلين، يعني نقعد كده ونحاول نهتم بشكلنا، بالشكل اللي بيخلينا احنا ناس يعني نحس بروحنا احنا متواجدين مع بعض، احنا سعيدين بالتواجد مع بعض. جميل، نصايح مهمة جدا يا دكتورة سارة، بنشكرك عليها جدا، وفعلا نبهتينا لنقاط مهمة. طبعا ده للشخص يعني المليان بالطاقة الإيجابية أو اللي عنده نظرة إيجابية للحياة، فإنه ينظر للحجر المنزلي ده باعتبار إنه هو فرصة يقرب أكثر من الأسرة، وفرصة أكثر للتحاور والتشاور ما بين أفراد الأسرة، يعني ما يحس إنه هو محبوس. عشان كده زي ما ذكرتي إنه بكون طول الوقت في عبارات بتاعة تذمر، وطول الوقت صار وشه ومضايق. يعني الحديث في إنه يعني طول السنة أحيانا في أب ممكن ما يشوف أولاده 3-4 أيام ورا بعض، لأنه بيطلع الصباح، هم لما يطلعوا المدارس أو الجامعات هو بكون نايم، هو بيطلع لما يجي راجع بالمساء هم بيكونوا ناموا. فجات الفرصة دي وجات الكورونا بقدر السلبيات الكبيرة جدا فيها، لكن نشوف يعني شوية كده ونوعا ما الجوانب الإيجابية ممكن تكون فيها، يعني بإنه نحن دي فرصة إنه نقعد نرجع الصينية مرة ثانية، وهي رجعت فعلا. بدل ما أنت بتجري بتحكي لأصحابك، تجري تحكي لأخوك، تحكي لأختك في البيت، تقرب من والدتك من والدك. الأب ذاته يعني شايف إنه الفرصة دي أكبر هي لكل الآباء. بطبيعة الحال الأم بتكون هي قريبة من الأبناء إذا الحياة ضاغطة أو ما ضاغطة، ولكن الأب هو الحظ بكون قليل في إنه يتفاعل ويتحاور ويتشارك مع أبنائه، ولكن دي فرصة إنك أنت تكون أقرب لهم. يعني حيجي الوقت اللي إن شاء الله بتنتهي فيه والكورونا دي، والحياة بترجع عادية، وحنرجع لنفس الدوامة اللي إحنا كنا موجودين فيها. يبقى نستثمر الوقت دي الاستثمار الصح، الاستثمار الإيجابي اللي بينعكس إيجابا على العلاقات الأسرية وعلى الشراكات اللي ممكن هي تنشأ. يعني في حاجات زمان كنت كأب ممكن ما تعملها خالص، الآن ممكن تعملها، تساعد بأي حاجة البسيطة اللي أنت بتقدر تعمله في البيت، ما فيها أي دونية منك أنت كرجل سوداني، بالعكس بترفعك، يعني بتخليك أنت نفسك تتحرك، ويكون في روح المودة والرحمة والحب والدفء اللي بيكون موجود في المنزل، والناس كلها بتتشارك مع بعض، الأسرة كلها بتتشارك في عمل معين، كل واحد منهم بيعمل اللي بيقدر عليه. حتواصل إن شاء الله في حلقتنا لليوم، وخليك في البيت بعد فاصل قصير، انتظرونا. اهلا ومرحبا من جديد مشاهدينا في كل مكان، خليك في البيت، لسه بنتواصل معاكم. وبدينا الحلقه بالعدد النهائي والكلي لكل مصابي الكورونا،
وصلنا لعدد 1365 حالة إصابة في السودان عموما، منها 70 حالة وفاة، والمتعافين 149 حالة معافى. الاستعداد يجري يمكن على قدم وساق في المستشفيات ومراكز العزل وغيره من الجهات. نشوف مع بعض ده اليوم 10 مايو الحالات الجديدة 201 اللي هو ده للأمس. معدلات الإصابة زي ما ظاهر، الخرطوم 1149 حالة، رقم كبير جدا من الرقم الكلي 1365. الرقم التالي مباشرة للمصابين نلقى الجزيرة رقم واضح 55 حالة إصابة. بعد كده بنلقى شمال دارفور أو شمال كردفان عفوا فيها 42 حالة، شمال دارفور، سنار 35 من بعدهم، القضارب فيها 32 حالة. بعد كده جنوب دارفور لقام 16 حالة، نهر النيل 8 حالات، والشمالية 7 حالات، جنوب كردفان 1، النيل الأبيض 2، النيل الأزرق 1، غرب دارفور 2، كسلة 1. النشطة الحالات النشطة 1146، اللي تعافوا 149، والوفيات 70 حالة وفاة. الرقم كبير يمكن، أو الأرقام كبيرة بالنسبة لتوقعاتنا بأنه المرض أصلا ما حيجي في السودان، لأنه كنا متوقعين أنه درجة الحرارة العالية عندنا حتحمينا. زي ما ظاهر كمان تحت عندنا التبليغ من الخرطوم برقم 221. أي حالة بتاعت اشتباه لأعراض مشابهة للكورونا اللي كلنا عارفينها 221 من الخرطوم، و9090 للبلاغات من الولايات. يعني الرقم سهل، حتى لو لقيته مشغول لو نص يوم كامل انت برضو تحاول، لأنه دي إحصائيات ودي أرقام هنا لازم تصل لكل الناس تعرفها عشان الأرقام هي تكون حقيقية مطابقة للواقع. يعني ما يكون موجود عندنا هنا مثلا 1365 ولكن الأرقام تكون هي أكبر من كده، لأنهم ما مبلغين. لازم أنت تبلغ في أي وقت، زول جارك قريبك من الأسرة لازم تكلم عن الأعراض. طبعا إحنا عارفينها، يمكن الناس أغلبها يعني عندها المعلومة، بتمسك يمكن في الحمى والجحة أكثر حاجة، لكن في أعراض أخرى ممكن يتصاب بها الفرد ويكون هو مستبعد الكورونا، ولكن هي بتكون كورونا في الأخير. في ناس ممكن ما تفرز بين النزلة أو تفرق بين النزلة والكورونا. الأكثر الأعراض للفيروس هي حدوث ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والإرهاق وضيق التنفس. والأعراض الأخرى الأقل حدوثاً اللي هي آلام الحلق والرشح والزكام وآلام الجسم والصداع والإسهال. يبقى نركز على الحمى والسعال والإرهاق عموماً اللي هو الكسير العام في الجسم. وضيق التنفس ده غالباً زي ما عرفت أنه بيظهر في الأسبوع الثاني بعد الإصابة. أنا حنتقل الآن لزميلي محمد فتح الرحمن من داخل وزارة الصحة الولائية ولاية الخرطوم، أكيد حيدينا معلومات مهمة جداً. مرحبا بك يا محمد. مرحبا بك يا رشا من جديد، مرحبا بكل السادة المشاهدين في كل مكان. نحييكم مرة أخرى من وزارة الصحة بولاية الخرطوم، الإدارة العامة لتعزيز الصحة. يمكن عايز المشاهد، نحن في حديثنا الضافي والمتواصل والمتوالي حول جائحة مرض كورونا الذي اجتاح العالم أجمع والسودان ليس بمعزل. كنا مستعدين في كل يوم وفي كل حلقة من حلقات البرنامج الراتب خليك بالبيت إنه نتحدث حول واحدة من تطورات المرض لقضية كورونا. والإنسان لما يصاب بالمرض أكيد في مراحل كثيرة بيمر بها لحد ما يوصل لمرحلة العزل الكامل، سواء كان في بيتك أو في مراكز العزل. أشرت في حلقات كثيرة جدا عايز المشاهد إنه أنا حتحدث عن مراكز العزل وعن الوقاية اللي بتكون في مراكز العزل وعن والجيش الأبيض الموجود في مراكز العزل. عشان أكون صادق أمام السادة المشاهدين إنه بحلقة الأمس كنا مرتبين اليوم نتكلم عن مراكز العزل، وكان آخر الترتيبات حنتحدث عن، يجينا واحد من المسؤولين بوزارة الصحة ويكلمنا عن الأشياء الموجودة في مراكز العزل وكيفية تلقي الرعاية الطبية من المصابين بالمرض، دور الكوادر الصحية هناك شنو،
يعني أول أطباء دورهم شنو؟ هل بيطلعوا لبيوتهم وهم في مكان العزل، مكان انتشار المرض؟ هل بيكونوا قاعدين لحد ما تنتهي الجائحة؟ هل بيكون في تعقيم؟ دي كان كلها أسئلة نحن ضامرينها عشان نحن نتكلم فيها الليلة، ولكن أنا لا أدري ما الذي تضمره وزارة الصحة، لسه ما ملكتنا المعلومة الحقيقية عشان نحن نتكلم بصورة حقيقية عشان نتكلم حول المرض. نقول له يا عزيزي المشاهد، الآن في السودان منقسم الحديث لقسمين، القسم الأول إنه ناس تنفي جائحة كورونا من السودان، والقسم الآخر يقول لك إنه في كورونا في السودان. نحن بصفتنا كإعلاميين وعندنا رسالة واضحة وعندنا دور واضح من أجل الصحة ومن أجل تعزيز الصحة ومن أجل السودان يكون خالي من الأمراض، إنه مهمتنا ننقل الحقيقة كما هي من غير تزويد ومن غير تشويش ومن غير أي شيء، لتكون الصحة للجميع والعافية للجميع. همنا فقط إنه الصحة والعافية والمرض ينتشر من السودان. ترتيب الحديث حيكون آخر، وحنتكلم عن التوعية وعن التثقيف وعن دور المرض أو عن دور إدارة تعزيز الصحة في مكافحة المرض في الأحياء. معاي داخل الاستوديو صفاء الشيخ، مدير تعزيز الصحة بمحلية بحري. مرحب بك يا صفاء، وإن شاء الله رب السودان خالي من الكورونا. مرحب بكم قناة الشروق، ومرحب بكم، وإن شاء الله العالم كله خالي من الكورونا إن شاء الله. نعم مرحب بك. دايما نتكلم عن يا صفاء حول تعزيز الصحة في محليات بحري، وإنتوا دوركم أكيد في إدارات تعزيز الصحة منتشرة على مستوى المحليات، مستوى الأرياف، القرى وغيرها. في محليات بحري إنتوا دوركم كان شنو الواضح لتوعية الناس لحول هذه الجائحة؟ بسم الله. إدارة تعزيز الصحة دورها يعني ما المرض بس، من قبل المرض كان عندها دور واضح في توعية المواطن بكل ما يخص صحة المواطن. أما في جائحة كورونا بدأ العمل من أول حالة ظهرت في السودان. العمل كالآتي: الأنشطة اللي كانت تقوم بها إدارة تعزيز الصحة فيها إعلام متجول بطرق الوقاية وطرق الانتقال. ثانيا عندنا توزيع مطبقات، أو يعني مطبقات فيها طرق الوقاية والانتقال أيضا. في رسائل المسجد برضو بيكون عندنا رسالة واضحة بتوزع لأئمة المساجد إنه يقوموا يبسوها عقب كل أذان الصلوات الخمسة. يعني في ملصقات كبيرة وصغيرة بيتم في الأماكن اللي فيها تجمعات كالمواقف والمخابز ومحطات الوقود. نعم، يعني نحن نقول يا صفاء انه دوركم كان انتشار في كل المناطق بيكون فيها تجمعات للمواطنين للاحياء وغيرها. نعم. كلام جميل، معكم اتفق، لكن يبقى السؤال الاهم انه كيفيه المحافظه نحافظ على نفسنا من انه هذا المرض ما ينتشر، سواء كان في الأسرة، في الحلة، في مناطق العمل، في مناطق التجمعات. نحن طبعا الآن بنعرف ونسمع أنه لا زالت هنالك مناطق تجمعات في الأحياء، خاصة الشباب الذين يلعبون كرة القدم بعد الإفطار. كيف أنه أنا يعني أعي نفسي أو أوقي نفسي أو تكون في وقاية كافية بالنسبة لي؟ أنت دوركم مكان شنو والوقاية كيف؟ نحن كان دورنا في فترة الحظر بالذات كان يعني الرسالة كانت مركزة لكل الناس إنه ألزم بيتك، غسل يديك، لو عطس أعطس في المنديل. دي كلها حتى وأكتر شي كنا بنوجه إنه الناس تلزم بيوتها في الفترة دي بالذات. حتى زيارات الاجتماعية يخففوها، المناسبات، الأفراح، كان الأطراح، إذا كل الناس دي يعني يقللوا منها في الفترة دي أو يمنعوها تماما. طيب أنتوا كإدارات لتعزيز الصحة بالولاية هنا ولاية الخرطوم منتشرين على مستوى المحليات، سمحتوا أو أنتوا كوزارة الصحة عكفتوا على أنه في حد معين لأنه المرض يجيف في السودان يعني فترة زمنية معينة، والله تزايد الحالات بيؤدي لأنه لسه نحن لازلنا في الانتشار المجتمعي بتاع المرض، والله هل يتوجد ذات علاج أنتوا كدوركم يعني دور طبي ودور توعوي وأنتم يعني صفوف أمامية؟ لحد الآن المرض ما له علاج ولا لقاح. الناس كلها شغالة في طرق الوقاية أو كيف الإنسان يقي نفسه، كان على مستوى الأسرة أو المستوى الخارجي. يعني تقي نفسك. أعمل شنو عشان أقي نفسي من المرض؟ عندنا الأيام دي بالذات يعني إنه في عندنا انتشار مجتمعي إنه الناس يلزموا بيوتهم دي في الفترة بالذات.
من ضمنها تاني طرق الوقاية إنه الناس يكون إذا كان في محل تجمع إنه تكون بعد متر أو متر وزيادة من الزول اللي قدامك والوراك. عندنا غسل الأيدي بالطريقة الناس كلها بكون عارفينها. العطس في المنديل أو داخل الكوم إذا ما كان متواجد عندك منديل. طيب صفاء، في خواتيم هذا اللقاء نحبينك ترسل رسالة أو رسائل مختلفة للناس السواكات مصابين بالمرض أو الناس اللي بيدافعوا حول هذا المرض، وخاصة للشباب لسيدات المنازل. نحن دايرين تكون التوعية منتشرة إلى أكبر عدد وأكبر غدر من الناس، على سنه حتى لو المرض كان بنسبة 50% يصبح بنسبة 10%. الرسالة الأولى، الناس تلزم بيوتها في الفترة دي لحد ما إن شاء الله الوباء ده ينجلي. الرسالة الثانية إنه المرض موجود يا جماعة، ما يقولوا إنه ما في كورونا في السودان، المرض موجود وما إلا إنه يجيك في أسرتك أو في جيرانك حتى أنت تقول أو تصدق إنه في كورونا. دي جائحة عالمية وكل الدول يعني المتقدمة يتضررت منها. الناس تلزم بيوتها في الفترة دي ويلتزموا بأوامر السلطات الصحية، وإن شاء الله نعدي الفترة دي على خير إن شاء الله. شكرا لك صفاء الشيخ، مدير تعزيز الصحة بمحلية بحر. شكرا للحديث الضافي. عزيزي المشاهد، نحن دائما بنقول إن السودان أقوى من الكورونا. نحن دائما كشعب واعي ونبيل بنقدر نكتاس كل الصعاب، وسنعبر إن شاء الله في الأيام القادمات إلى بر السلام والصحة والعافية. أنا بس حابي أقول إنه كإعلامين، الإعلام هو سلطة رابعة في كل الدول المحترمة. أنا بحب أقول إنه كل نحن نتمنى إنه نحن كإعلامين يتعاونوا معنا الجهات المختصة، الجهات الصحية، الجهات المسؤولة، عشان على أساس إنه ننشر هذه الحقائق بتجرد وتفاني من غير أي زيادة ونقصان، على أساس إنه نعبر إن شاء الله لقدام ونملك السادة المشاهدين معلومات حقيقية حول هذا المرض. ونتمنى إن شاء الله إنه هذا المرض وهذا الوباء يزول من العالم أجمع ومن السودان الحبيب، وتعود الحياة إلى طبيعتها. أنا أكرر وأقول إن شاء الله كورونا حيكون هو فقط امتحانا كبيرا ومحبة كبيرة للصبر، امتحان ربنا سبحانه وتعالى. ومنيات الصحة والعافية للسادة المشاهدين، ومنيات الصحة والعافية لكل المصابين بهذا المرض. تحية تقدير واحترام وتعظيم لجيشنا الأبيض الذي يساهر ويكافح من أجل الغداء على هذا المرض. شكرا لكم، أنتوا أمل باكر وأنتوا شمس المستقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا، أعود إليك يا رشا لمواصلة هذا البرنامج. شكرا محمد على المحطة المهمة دي، وبشكر أيضا أستاذة صفاء. محمد ختمت بنقطة مهمة أنا كنت حابة أجي أعلق عليها، اللي هم الجيش الأبيض. يعني الكوادر الطبية عموما دورة كبير جدا ودورة مهم جدا، وعليها ضغط أيضا كبير جدا صحيا ونفسيا وغيره. فكل اللي بنقدر نحن نقدمه اليوم نحن كمواطنين وأيضا جهات مسؤولة إنه نقدر نسهل لهم طريقهم، الخدمات اللي ممكن نقدمها اليوم، الكثير من المبادرات والجهات التوعية اللي بتقوم بأدوار لازم نوفر لهم احتياجاتهم، إذا كان من لبس واقي، إذا كان من وجبات، إذا كان من كل النواحي تسهيل اليوم. يعني واحد من الأطباء قبل كده في مستشفى الأطباء بيتكلم إنه قاعد 36 ساعة عشان هو يكب له بنزين. ما مشكلة إذا بقى في استثناء للأطباء دي، لأنهم هم فعلا جيش زيه وزي الجيش اللابس رسمي، هم جيش ولكن لابس أبيض. الجيش ده دوره مهم جدا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها الآن، يعني من حقهم انه تسهل لهم كل احتياجاتهم، البنزين، أكل، عيش، أي احتياج، لبس، زي كمامات، قفازات. هم ما يحتاجوا انه يبحثوا عن الأشياء دي ويعانوا فيها، لأنهم هم بيقدموا لنا في خدمة كبيرة جدا نحن محتاجين لها. حتى لو انت ما مصاب بالكورونا، في أمراض أخرى بتلقى أنه الطبيب هو اللي بيقدم لك الخدمة دي بكل تفاني. مهنة إنسانية في الأول، وشبابنا وكل أطبائنا هم على قدر المسؤولية بالدور دي. أستاذ صفاء برضو ختمت لنا بثلاث نقاط مهمة ونصائح غالية جدا، بعد ورتنا كيف المرض وكيف الوقاية منه. أدتنا نصائح بأنه تلزم بيتك، تلزم بيتك لأنه ما في علاج. دي نصيحتها الأولى، لأنه ما في علاج بيدوك له وإنت تلزم بيتك. النقطة الثانية اللي وضحت لنا إنه بتقول لنا إنه المرض موجود، المرض موجود ما إلا تتصاب به وإنت أو يتصاب به واحد من أفراد الأسرة حتى إنت تستوعب
المرض وخطورة المرض ووجود المرض. يعني بعد الأرقام دي، كل الأرقام دي أكيد ما وهمية، أرقام حقيقية، 1365 حالة وفيها زيادة، وبدينا نسمع عن أشخاص حولنا عندهم إصابات. يبقى المرض هو موجود، ودول كبرى يعني ثابتة ومستقرة صحيا واقتصاديا اتضررت وحصل لها انهيار على المستويين. فما بالك نحن، ونحمد ربنا أنه لحد الآن الأرقام ما عالية، ليه ما بتحصل إصابات 1000 حاجة في اليوم الواحد، يعني مع أنه وصلنا لـ200 200 شايفه أنه رقم مخيف. أيضا الالتزام بأوامر السلطات الصحية مهم جدا. نقطة مهمة أنه كل الأشخاص يلتزموا بالحاجة دي كمواطنين. طيب نحن حنمشي للجانب الرياضي، وزي ما تعودنا دائما بيكون فيه جرعات لكل محبي الرياضة عشان نعرف المستجدات وكل الحاصل في هذا المجال. برحب عبر الهاتف بالأستاذ ناصر بابكر الصحفي الرياضي. مرحب بك يا أستاذ ناصر. مرحب بكم ومرحب بكل مشاهدي قناة الشروق، ورمضان كريم وكل عام والجميع بألف خير. الله أكرم، مرحب بك كثير، تسلم يا أستاذ ناصر. في جديد فيما يتعلق بالدوريات عموما إذا كان على المستوى المحلي أو العالمي؟ طيب في البداية نحن تعادينا للأسرة الرياضية حاطبة في السودان الليلة فجر اليوم. توفي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني ورئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية في رشيد عبد القادر، تعادينا لأسرته، نسأل الله أن يتقبل قبول حسن. بالنسبة للدوريات بذات القارة الإفريقية، في خطاب اتفتى من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لكل الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الأفريقي اللي 54 اتحاد، بيستفسر عن موقف كل اتحاد محلي من الموسم الرياضي، متى حيستأنف، الرؤية بتاعت الاتحاد شنو، والمسألة اللي عملت أزمة في الاتحاد السوداني لكرة القدم لأنه الأمانة العامة قالت ما في خطاب وصل، مع أنه الاتحاد الأفريقي أكد أنه رسل لكل الاتحادات وكل الاتحادات استلمت الخطاب وردت، كان في مهلة للرد اللي هي 5 يوم أنه أي اتحاد يرد يوضح موقفه. المسألة دي عملت تحقيق في الاتحاد السوداني وتم مخاطبة للكاف للتأكيد أنه هل فعلا أرسل خطاب لإدارة الاتحاد السوداني. طبعا في السودان الرؤية واضحة، يعني رؤية اتحاد كرة القدم ورئيس الاتحاد اللي تحدث عنها كذا مرة انه هم الراي عند السلطات الصحيه، هم بتابعوا التطورات بتاعت وضع جائحه كورونا في السودان، ومتى ما السلطات الصحيه منحت ضوء اخضر بعوده الحياه لطبيعتها هم بعد ذلك حيشوفوا السيناريوهات الممكنه، هل يمكن الزمن بيرجع باستكمال الدوري السوداني ولا ما بيرجع باستكماله، يتم الغاء الموسم وترتيبات بعد ذلك لموسم جديد، وهي برضه ترتبط بالموسم الافريقي لانه الاتحاد الافريقي برضه ما حدد اذا كان حيستكمل البطولات الافريقيه اللي هي دوري الابطال والكونفدراليه او حيستكملها بدين، كل العالم مرتبط بالامن الوضع الصحي، فكل الامور بتبقى معلقه. في العالم شفنا بدايه اعلان عوده بعض الدوريات زي الدوري الالماني، تم تاكيد عودته في شهر مايو الحالي، تم ترتيبات صحيه كبيره جدا بمتابعه من الحكومه الالمانيه، لكن برضه بدات تظهر مشاكل، يعني في فريق درجه ثانيه في المانيا ظهروا له لاعبين مصابين بكورونا، اللاعبين واضطروا لوضع الفريق كامل في الحجر الصحي لمده 2 أسبوع وحيتم تاجيل مبارياته، لكن الاتحاد الالماني اكد انه يعني ما حيتراجع عن فكره انه النشاط حيستانف. تم فحص طبي لكل اللاعبين في الدوري الالماني، نفس الحاجه تم في اسبانيا، تم الاعلان عن عوده مرتقبه للليغا في يونيو، الليله في انجلترا المفروض يحددوا يكون في اجتماع لتحديد عوده الدوري الانجليزي وبحث امكانيه العوده. يعني الحياه بدات تدريجيا في اوروبا تحديدا تعود، في افريقيا في اتحادات برضو اعلن العوده، منها الاتحاد التونسي كان اعلن في يونيو الان اجل لاغسطس، لكن يعني الحياه بدات تعود تدريجيا. نتمنى انه السودان يكون واحده من الدول اللي نقدر نتجاوز أزمة كورونا ونقدر نتقلب على الوباء ده والحياة تعود لطبيعتها إن شاء الله. يعني ما في فكرة واضحة جدا عن الرياضة عموما أو وضع الرياضة في المستقبل أو الاستعدادات على المستقبل القريب؟ والله يعني هي يمكن لأنه المشكلة بتاع جائحة كورونا إنه الفيروس ذاته لسه العلماء ما قدروا يحددوا هو ممكن ينتهي بتين أو يجدوا له علاج، بالحاجه تخلي الصوره في الحياه بصوره عامه واضحه،
المسألة دي منعكسة على كل أوجه الحياة ومتاع كرة القدم. اتحاد الدول لكرة القدم بدأ يعمل في ترتيبات منها يعني سمح بأنه التبديلات بدأ يغير في قوانينه حتى للتوافق مع الجائحة دي ومعالجة فترة التوقف الطويلة اللي حصلت لكرة القدم في العالم. رفع عدد التبديلات من 3 تبديلات لـ5. أدى الاتحادات كلها صلاحية إنها توقف تغنية الفار باعتبار إنها هي ذات ممكن تكون سبب بعد ذلك في تناول الفيروس أو كذا. وجه كل الاتحادات الوطنية إنها تنسق مع السلطات، يعني حتى النشاط البعود في الدول بعود بتنسيق كامل مع الدولة ومع السلطات الصحية. لازم اللاعبين يخضعوا لفحص طبي في دراسة بتاع القرارات، إنه منع الاحتفال بالأهداف، يعني أي حاجة يعني محاولة تقليل التلامس في مباريات كرة القدم. فالمسألة صعبة والرؤية فعلا ما واضحة، يعني محتاجة زمن عشان الرؤية توضح بشكل كامل. السودان لسه يعني هو عنده وقت، لكن المشكلة إنه الاتحاد السوداني نفسه يعني ما في اجتماعات مستمرة، ما اجتماعات في الاتحاد، لكن التوجه بتاع الاتحاد الدولي والاتحادات الغارية إنه يكون في فيديو كونفرنس، اجتماعات عبر الفيديو و لمتابعة التطورات لحظة بلحظة وكتابة تقارير مستمرة. يعني المفروض كل أسبوع أو كل أسبوعين يطلع تقارير حول الوضع وحول السيناريوهات، إنه هل الموسم في السودان حيستكمل أو ما يستكمل. لحد يعني حسب ما علمت أنا من مصادر في الاتحاد إنه حتى نهاية فترة الحظر الحالية 10 يوم أو حتى نهاية شهر مايو الحالي، لو الحظر انتهى من نهاية مايو الاتحاد حيعمل ترتيبات إنه الموسم يستكمل، وحيتم تمديد الموسم لمدة 2 شهر لحد أغسطس، ومنح الأندية فرصة للعودة للإعداد، وبعد ذلك إعلان برمجة جديدة لاستكمال الموسم، لأنه الأولوية يعني هو توجيه الاتحاد الدولي والاتحاد الغربي أن الأولوية تكون لاستكمال الموسم، إلا في حال خلاص يعني بقى ما في أي خيار والجائحة استمرت فترة طويلة وإغلاق البلد استمر لفترة طويلة، بقى ما في إمكانية أن الموسم يستكمل حتى يصدر قرار بإلغاء الموسم. لكن الأولوية لإكمال الموسم يعني لحد نهاية مايو، لو الحياة في يونيو عادت لطبيعتها حيتم استكمال الدوري السوداني. جميل، بشكرك جدا أستاذ ناصر بابكر صحفي رياضي، وضعتنا في الصورة تماما، شكرا جزيلا. عموما ده يعني ممكن يعني تقرير مختصر نقدر نقول عن الرياضة في العالم وإفريقيا وفي السودان، كله مرهوم بهذا الفيروس الصغير. يعني عشان احنا نتحره لازم، عشان نمارس حياتنا بشكل طبيعي لازم نقدر اننا نسيطر عليه، ونقدر اننا نخليه حاجة تكون ما عندها قيمة او ما يقدر علينا، نحن نكون اقوى ونحن قادرين عليه اكتر. ده بانه نحن نقوم بكل يعني النصايح الوقائية الممكن نقدر نقوم بها، من غسيل الإيدين لوقاية، لأنه نبعد من أي شخص قريب، يعني ما نجامل على حساب صحتنا. اضطريت مشيت الصيدلية تلبس الكمامة بتاعتك وتكون تحاول تكون بعيد من الزول اللي قدامك أو جنبك، الطاولة اللي بتكون أو القزازة اللي بيكون قدام الشخص الصيدلي دي انت ما تلمسها بايديك، لانه لمستها ممكن يجي شخص قبلك هو حامل الفيروس، انت تقوم تاخذ الفيروس معاك وتطلع وتمشي توديه والبيت. يعني تفاصيل صغيره ممكن هي تضرنا ويكون ضررها ايضا كبير. وقفنا في حلقتنا لليوم ب 1365 حاله، منها 70 حاله وفاه، والمتعافين 146. بتوقع انه لسه اليوم الاثنين تقرير وزاره الصحه ما ظهر او ما طلع، ما في توقيت يمكن ممكن يكون مناسب او يعني واضح نقدر نحن نقول اليوم حيكون التقرير لوزارة الصحة. الناس بتكون قاعدة مترقبة منتظرة الاعداد وتسمع الاعداد. 201 رقم كبير يا جماعة، نحن ماشيين لارقام كبيرة. بتمنى الناس تلتزم وتكون موجودة في البيت وتحاول تقضي كل اغراضها وهي موجودة من داخل منازلها، حتى لو محتاجة الاشياء تسوق في كثير من المراكز وكثير من التطبيقات اللي بقت توصل لك الاكل والخدار وكل احتياجاتك لحد البيت، كده الضرر ممكن يكون اقل. بتمنى لكم دوام الصحه ودوام العافيه، وان شاء الله يعني من هسه لحد نهايه رمضان نصل لزيرو كورونا، ان شاء الله ما تحصد يعني اقربائنا واصحابنا واحبابنا وجيراننا. نعمل حسابنا اكثر، وان شاء الله الاقيكم بكره على خير، لحد ما الاقيكم في امان الله وحفظه.